السلام عليكم ورحمة الله، بتحية خاصة نلتقيكم أحبائنا الأكارم، وتحية خاصة إلى البلقان، إلى البلقان، إلى البلقان، للجرح المحنى، لكوسوفو، لكوسوفو، لتاريخ الجراح، لملحمة الثبات بكل ثغر، لطعم الآه ولذكرى النواح. نلتقيكم أحبائنا الأكارم بعد هذه التحية التي تظللنا من خلال الذكرى المئوية لحروب البلقان التي أدت إلى انسلاخ هذه البقعة الجغرافية من جسد هذه الأمة، وبالتالي ضاع قلب أوروبا من امتدادنا التاريخي والثقافي والحضاري. تحية خاصة إلى كل مشاهدينا ومتابعينا عبر أثير التركية، كل باسمه ولقبه. ورحلتنا مع حضراتكم تبدأ بعد الفاصل، فحيهلا بكم معنا. ما هي فائدة الترجمة في عالمنا المعاصر؟ ما هي أهميتها؟ وكيف يمكن لنا أن نؤسس لوعي حقيقي لها في تركيا والعالم؟ الترجمة اليوم باتت عنواناً أكاديمياً وتعليمياً بارزاً، وباتت تتصدر قائمة العمل العام بعد جهود بذلها المثقفون لربط الشعوب والثقافات ببعضها. الترجمة كعالم تواصل، بعد قليل. نهر الدانوب، نهر تونا، النهر الذي يحمل مع أمواج المياه المتدفقة فيه ذكريات من عبق التاريخ والواقع، النهر الذي بات الناطق باسم التاريخ المعاصر بما يحمله من ظلال التاريخ العابرة والأليمة. لا تبكي يا نهر الدانوب، كتاب جديد يسلط الضوء على أبرز الأحداث التاريخية ودلالاتها من خلال النهر ومساره، بعد قليل في الألوان السبعة. ونبدأ أحبانا الأكارم بفلسفة الترجمة ونظرتها المعاصرة، هذه النظرة الهامة على المترجم ومؤسسات الترجمة ونظرتنا الفنية الإبداعية لها. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن مترجم واع، مترجم متواصل مع غيره، مترجم يستطيع أن يفهم تكنولوجيا العصر ويستثمرها الاستثمار الأمثل في هذه الفضاءات وهذه السياقات؟ اسمحوا لنا أحبائنا الأكارم أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ رأفت سالتك، نائب رئيس اتحاد المؤسسات للترجمة في تركيا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم الأستاذ رأفت سالتك، بخبرته وإدارته لمؤسسة ترجمة. أهلا بك أستاذنا. مرحبا. سنبدأ معك أستاذ رأفت، ولكن اسمح لنا بداية أن نتابع مع مشاهدينا الأكارم هذه القراءة للترجمة وأهميتها ونظرتها المعاصرة. المترجم هو الشخص الذي يتميز بالعلم والوعي، وهو متعود وجاهز لتحمل المسؤولية عما يكتب، وعليه أن ينظر إلى الترجمة كعمل، ويجب أن يكون محللا للمشاكل ومرشدا إلى الصواب فيما يعلم. تعليم الترجمة هو تعليم وتعلم للاتصال والخبرة والإبداع والتضامن والتعاون. كلما يصغر العالم تكتسب العلاقات وتتبادل المعلومات بين الشعوب وتكتسب أهمية أكبر. وانتشار الإنترنت يوفر تسهيلات مهمة للمترجمين من ناحية، ومن ناحية أخرى مع عمل التكنولوجيا المتطورة تظهر مفاهيم ومصطلحات جديدة، وإيجاد مقابل لغوي لهذه المصطلحات يصعب عمل المترجمين رويدا رويدا. على المترجمين الشفويين أن يتلائموا مع كل ظروف العمل المتغيرة في وقت قصير، وأن يكونوا مستعدين لترجمة أي نوع من الكلام، ولكن من ناحية أخرى يجب أن يعرفوا كفاءاتهم بشكل جيد، ويجب أن يقبلوا الأعمال التي يكونون فيها أكفاء، ويجب أن يكون هناك مترجمون يستطيعون أن يجددوا أنفسهم في كل عمل، ويتابعوا آخر الأخبار والتطورات في العالم بشكل دائم، وأن يكونوا مستعدين لتقاسم خبراتهم ومعلوماتهم المهنية مع الآخرين. وعلى مترجمي المستقبل أن يفكروا في مشاكل الساحة وهم لا يزالون يدرسون، وأن يجدوا حلولا لهذه الإشكاليات حتى قبل وقوعها.
لأجل تنشئة مترجمين يمكن أن يلبوا حاجات العصر، تجب مراجعة المناهج الدراسية من جديد. وأثناء تكوين المنهج الدراسي للترجمة يجب أن يلقى الضوء على الظروف في داخل وخارج المؤسسة والاستنتاجات المتعلقة بأصل الترجمة، وتجب متابعة الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير لدى الجماهير عن كثب، مثل تفاعلية المصطلحات لأوروبا، وأيضا ذاكرة الترجمة الوسطى، وأيضا الترجمة الآلية الأوروبية، ونظم معرفة الصوت واللغة وقواعد البيانات للوثائق ويورويكس مثلا وفيستا. ومن أهم الموضوعات بمستجدات الترجمة هو إدارة الجودة والمعايير في الترجمة وضبطها بحرفية ومهنية عالية. هنا نجدد الترحيب بنائب رئيس اتحاد مؤسسات الترجمة في تركيا الأستاذ رأفت صالتك. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم. الترجمة عالم تواصل، الترجمة رؤية متكاملة للتواصل مع الآخر ثقافة وفكرا ومعرفة. من هنا نبدأ. نعم، التعريف الذي ذكرته قبل قليل صحيح جدا، وهو يعطي تفصيلا مهما جدا للترجمة. أشكركم عليه بشكل عملي، وأعتقد أن الأخوة المترجمين والأخوات المترجمات هنا في البرنامج لهم مساهمة في ذلك، فأشكرهم أيضا. في تركيا المترجمون الكثيرون، وأيضا المترجمون والمترجمات في العالم العربي والإسلامي، أيضا أشكرهم وأحييهم من هنا. في البداية كما ذكرتم أنتم قبل قليل، الآن في العالم هناك الكثير في التاريخ الإنساني وفي تاريخ الحضارة، كان هناك الكثير من المعلومات كانت الترجمة لها دور مهم جدا في توزيعها وتوصيلها بين الناس، وبالتالي حتى أن الترجمة شغلت دورا مهما جدا وفاعلا في كثير من الأحداث السياسية، حتى كما نعرف كثيرا أن عصر النهضة ربما اهتم كثيرا وتطور كثيرا بعد أن بدأت الترجمة بشكل صحيح جدا والتواصل بشكل صحيح جدا بين الناس والحضارات، حتى أنه تحته كان هناك الكثير من العرب يفهمون ذلك أكثر مني، هناك بعض عمليات الترجمة التي بدأها العرب عبر التاريخ كما نعرف. بكل تأكيد، وكان لها أثر في إثراء الحضارة الإسلامية والحضارة البشرية برمتها عندما بدأت حركة الترجمة في ذلك الوقت. بكل تأكيد أستاذ رأفت، هنا سؤال مباشر. نحن بحاجة إلى مترجم أوسع من دائرة المعرفة، بمعنى قام أحمد كالكتي من التركية إلى العربية ومن العربية إلى التركي. نحن بحاجة إلى مترجم قوي، نحن بحاجة إلى فلسفة المترجم الواعي، فلسفة المترجم الناضج الذي يفهم معنى الكلمة ويفهم دلالة الكلمة قبل أن يترجمها. هل تتفق معي بهذا التوصيف؟ نعم، بكل تأكيد أنا أوافقكم هذا الرأي، وأيضا هذا ما ذكرته أنتم هو يعطي مفهوما واصطلاحا للمترجم، وهذا يعطي انطباعا أنكم تعرفون ما تقولونه وأشكركم جدا عليه. وبالتالي هنا في تركيا اليوم أريد أن أقول أننا في السنوات الأخيرة ربما هناك اهتمام كبير جدا في تركيا بهذا الموضوع، وهذا يسعدنا. في السنوات الأخيرة مع تطور الترجمة وفنونها وتقنياتها وعدد المترجمين هنا في تركيا، نرى أنها بدأت تجيب على الاحتياجات وتسد الثغرات المطلوبة منها بشكل كبير جدا. ربما قبل 20 سنة كان هناك مثلا مركزان للترجمة أو كليتان للترجمة في كثير من الجامعات، الآن نجد 50 كلية في كثير من الجامعات التركية. طبعا هناك كثير أيضا من الكليات تعلم هذا الأمر للدراسات العليا، أيضا أتكلم عن 5000 طالب وطالبة ترجمة اليوم هنا في تركيا، وهذا رقم مهم جدا، سيصبحون مترجمين بعد فترة قصيرة جدا. هذا شيء يسرنا ويسعدنا. الأمر الثاني ما أشرتم إليه أنتم دكتور نزار قبل قليل هو المصطلح مترجم، أنه ما الذي يحتاجهم من معلومات، من قيم، من مصطلحات، من تقنيات، من فنيات، لأنه يحتاج قواعد ومصطلحات معينة وفنيات معينة، وأيضا لا تستطيعون فهم كل شيء والتحصيل عليه من الدراسة الأكاديمية. الدراسة الأكاديمية مهمة لكن تحتاج إلى زيادات. يقولون دائما، لا أعرف إن كنتم ستشاركونني الرأي، يقولون أن الترجمة لا تتعلم دائما من المدرسة أو من الأكاديمية عبر طريقة النظرية.
وهذا مهم طبعا، ولكن أيضا يجب عليكم دائما أن تتوقعوا الكلام وتفهموا معاني الكلمات وبين السطور. هذه الدراسة الأكاديمية تسهل، ولكن أيضا يجب عليكم أن لديكم مهارات وتعليم وتدريب أيضا يستفيدون منه. وهنا يظهر المترجم المبدع بكل تأكيد، المترجم عن المترجم المبدع تظهر شخصيته في الترجمة، تظهر مستويات أفقه الثقافي والمعرفي. أشكرك جدا على طرح هذه النقطة. أستاذ رأفت، هناك شيء يتصل بالتكنولوجيا المعاصرة. اليوم نحن في عالم القرية الكونية الصغيرة، نحن بحاجة إلى معرفة التكنولوجيا المعاصرة في عالم الترجمة، نحن بحاجة إلى استثمارها في التواصل ما بيننا، في فهم الآخر، في فهم اللغات حتى الدارجة. عندما نستخدم لغة معينة أو كلمة، مصطلح معين، قد يكون له دلالات ما بين اللهجة العامية واللهجة المحكية واللهجة الفصحى. هذه القراءات يحتاجها المترجم، يحتاجها لإثبات نفسه، لإثبات ترجمة فعلية ناضجة، ترجمة يمكن لها أن تسهم في تغيير مفهوم حضاري لدى الإنسان القارئ. هذا التوصيف هل هو دقيق أستاذنا الكريم؟ نعم بكل تأكيد وصحيح جدا، وأريد أن أضيف عليه أيضا وأعطي مثالا من القطاع الصناعي مثلا، أو أعطيكم مثلا مصطلحا كيف يمكن أن يستعمل بمعنيين مختلفين. مثلا كلمة ورقة كما تعرفون هي الورقة التي تسقط من الشجرة، هي التي تقوم بعملية تمثيل الكلوروفيل وما شابه، لكن أيضا تستعمل أيضا في مكنات النسيج. أيضا كلمة يابرك هي التي تأخذ الإبرة إلى اليمين وإلى الشمال بشكل سريع جدا، وبالتالي هي في التركية كلمة واحدة لكنها في اللغة العربية مثلا أو في لغات أخرى تعني معنيين مختلفين، وبالتالي هناك كثير من هذا النوع من هذه الكلمات التي يكون لها أكثر من معنى ومعنى مختلفة. يجب على المترجم أن يكون مدركا لها وأن يعرف كيف يترجمها حسب السياق. أيضا مثلا هناك كثير من الأمور تختلف عبر العصر. أيضا الآن هناك متطلبات للترجمة في عصرنا الآن مثلا، وتكلمتم عنها قبل قليل، أعطيكم أيضا سنعود مثالا إليها. سنعود إليها أستاذنا، لكن أود أن أستثمر وجود حضرتك معنا عمليا في استوديو برنامج الألوان السبعة. عندما نتحدث أستاذ رأفت عن كونك نائبا لرئيس اتحاد مؤسسات الترجمة في تركيا، هناك اتحاد للمترجمين ولمؤسسات الترجمة، بمعنى المترجمون يلتقون، أنا أحدثك، أنت تحدثني، نحن نفهم بعضنا، هناك حديث حول قضية آليات الترجمة. هذا الاتحاد ما أهميته عمليا؟ ما هي الرؤية التطويرية للمترجم من خلال إيجاد مثل هذه المؤسسة الوحدوية لقطاع معين كقطاع المترجمين؟ اليوم في تركيا على المستوى المحلي داخل تركيا نتكلم عن أهداف عديدة لتأسيس هذه المؤسسة التي جمعت الكثير. تحديدا في عام 1997 بدأت هذه الدراسات والأعمال المشتركة وتطورت بشكل إيجابي جدا، أرى أنها أجبت على كثير من الأسئلة. مثلا أولا عام 1997 بدأنا بجمعية الترجمة، في ذلك الوقت كان هدف من هذه الجمعية هو جمع كل من يهتم بالترجمة تحت مظلة واحدة، تحت سقف واحد. كان هناك أيضا بعض الأكاديميين داخل هذا الأمر، المترجمون والطلاب وبعض المؤسسات التي تعمل في موضوع الترجمة، كلها كانت مجتمعة تحت سقف جمعية الترجمة. بعد ذلك بدأت هناك سقف آخر ومظلة أخرى، جامعة أخرى لمن يترجمون الكتب مثلا، والمترجمون الفوريين كما تعرفون هم أيضا الذين يترجمون في المؤتمرات أو برامج أو ما شبه. في عام 2008 اجتمعت المؤسسات الترجمة في تحت سقف مختلف لوحدها، كان لهم هدف هو أن يجمعوا كل هذه المؤسسات وأن يطوروا عملها حسب متطلبات هذا العصر من الترجمة، وأيضا أن يساهموا في التعليم وتدريب الترجمة وأن يعكسوا تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال للطلاب الترجمة الحاليين في الجامعات. طبعا بالتأكيد أن هناك مؤسسات مهمة جدا ومترجمين يستطيعوا أن يستفاد منهم، يستفيد منهم الأجيال القادمة في الترجمة، وبالتالي عندما يكونون متعاونين مع بعضهم البعض وينسقون بين بعضهم البعض بين مؤسسات الترجمة والمترجمين والأكاديميين سوف تستضيف الجامعات. نحن لدينا بعض الخبرات في السوق في المجال الترجمة عمليا، وبالتالي نحن نستطيع أن نفيد هذه الجامعات وأن نعطيهم بعض التجارب والنصائح
والمقترحات العملية، وبالتالي نستطيع أن نحصل على نتائج مهمة جدا نستطيع من خلالها أن نتفائل بمستقبل الترجمة في بلدنا، وهذا يؤدي إلى تبادل وتلاقح التجارب والتفاعل ما بين العقليات الأكاديمية وأصحاب الخبرة والتجربة، وهذا يثري الموضوع بكل ثقة وتأكيد. أستاذنا الكريم، سأكون صريحا هنا، أعذرني جدا، كثير من المترجمين يبدأون عملية الترجمة، يحبون أن يسجلوا أسماءهم كمترجمين على الكتب، ولكن المترجم أمام مسؤولية حقيقية في ترجمة الأولويات التي نحتاجها. مثلا في تركيا 1,000,000 كتاب سياسي قوي مركزي في جانب السياسة، ملايين التجارب العلمية والعملية في مجالات متعددة. كثير من المترجمين سواء من العالم الأوروبي أو حتى من العالم العربي يبدأ بترجمة الروايات، وكأننا من باب الأولويات علينا أن نترجم رواية تركية. لدينا العقليات التركية لابد أن نعرف بها، لدينا المؤسسات الناجحة، البصمات الناجحة، الأشخاص المبدعين، لابد أن نعرف بمثل هذا الأمر. ألا تتفق معي أن المترجم أمامه مسؤولية حقيقية في الترجمة في الأولويات أستاذنا الكريم، أن يبدأ بالأهم بعد ذلك المهم بعد ذلك في قضايا الثقافية العامة؟ نعم، أشارككم رأيي تماما، أوافقكم رأيي تماما، وأريد أن أضيف شيئا واحدا فقط أستطيع أن أقول في النقطة الأهم العالية. نحن نتكلم ويجب علينا أن نتذكر وجود الإنسان أولا، إذا كان كل شيء مسخرا من أجل الإنسان وخدمة الإنسان فالترجمة أيضا من أجل خدمة الإنسان، وبالتالي هذه الأمور التي تجمع الناس إذا كانت هي الترجمة، ويجب عليها أن تكون الترجمة جامعة لكل الناس مفيدة لكل الناس، ويجب عليها أن تقوم بمسؤولياتها وأن تطلع بمهماتها وظائفها، وبالتالي يجب علينا أن نتشارك دائما في هذه صناعة التغيير والنهضة لأممنا ولأمتنا. جميل. وبالتالي الترجمة لديها دور في هذا. اليوم نستطيع أن نتكلم عن كثير من الأمور التقنية التي يتم التبادل فيها، التبادلات التجارية، الشراكات الاجتماعية والتعارف بين الناس، وأيضا أن تقدموا نفسكم لشخص آخر أو لمجتمع آخر. وبالتالي أنتم الحقيقة تكلمتم مثلا عن بعض الترجمات تتكلم أنها لها هدف واحد. في الماضي ربما كان هناك بعض الأعراض والخبرات المشتركة في الماضي ساعدتنا في فهم الحاضر، وبالتالي الآن نحن هذه الترجمة إذا كنا حصلنا على شيء معين بعدة لغات عبر الترجمة نستطيع أن نفيد من بعضنا البعض، وبالتالي الترجمة تفيد التجارة، تفيد الاقتصاد، تفيد السياسة، تفيد الاجتماع، تفيد الأمة بشكل عام. نحن نستطيع أن نتكلم أنه تفيد الإنسان بشكل شامل الترجمة، وبالتالي الترجمة تقدم معلومات سوف تفتح الآفاق للناس نحو المستقبل، لها مهمة مقدسة الترجمة. أستاذنا، أنتم مؤسسة رسمية معترف بها، اتحاد جامع ومؤسسة تكاملية في تركيا تجمع المؤسسات العاملة في قطاع الترجمة. ماذا لو فكرنا من باب التفكير النظري، دعنا نطرح هكذا، أنه كانت لدينا سلسلة من القراءات مع المترجمين في العالم العربي، هل لديكم مثل هذه المشروعات؟ هل لدينا مشروع أن نجتمع مع أنفسنا، دعني أسميها هكذا، أنتم كأتراك ونحن كعرب، أن نجتمع مع أنفسنا، أن نقرأ الواقع سويا، أن نطور أنفسنا في المجالات الفرعية التخصصية كمجال الترجمة، تعالوا نفكر سويا، تعالوا نتطور سويا، هل مثل هذا الأمر ضروري وهل هو متاح أستاذنا الكريم؟ أولا يجب علينا أشكركم على هذا السؤال، في الحقيقة هو اقتراح مهم جدا، ثم أنني أشكركم جدا لأنكم أعطتونا الفرصة، وأريد أن أرسل رسالة واضحة لأن هذا أمر نريد، هذه الفرصة كنا نريدها منذ زمن بعيد، لأنكم أعطتونا الفرصة أشكركم بشكل خاص دكتور نزار. نحن كمترجمين ومترجمات في تركيا لدينا أصدقاء كثيرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ودائما كان لنا تعاون معهم. نعم، نظمنا مؤتمرات بيننا وبينهم ومحاضرات ومنتديات، حتى كان في إسطنبول مؤخرا أحد هذه المؤتمرات. في أوروبا مثلا كان لدينا مؤتمرات مشتركة في تاريخين مختلفين، ونشترك ونلتقي مع أصدقائنا في أوروبا، نتحاور، نتبادل الخبرات والتجارب حول موضوع معين. ومنذ وقت طويل نحن كمترجمين هنا في تركيا نفكر ونسأل أنفسنا لماذا ليس لنا نفس هذا التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع أصدقائنا العرب والدول العربية، ولماذا لا نأتي في مكان ما ونجتمع، لماذا ليس بيننا عمل مشترك وتنسيق في مجال الترجمة.
وبالتالي في كل الدول العربية هناك الآلاف ربما من المترجمين والترجمات الأصدقاء الأشقاء، نريد أن نتشارك معهم، نريد أن نعمل مع بعض البعض، نريد أن ننسق، ونريد أيضا أن نتبادل خبرات، حاولنا بشكل منفرد وبشكل فردي بمحاولات فردية، ولكن الآن نريد أن نقول ذلك عبر برنامجكم الكريم، نعلن ذلك صراحة، نريد ذلك. يعني أنا يعني أتوقع حقيقة أن تلقى هذه الدعوة منكم أستاذنا الكريم بوصفكم الشخصي وبوصفكم أيضا الوظيفي أذانا صاغية. وهنا وجه الرسالة إليكم أحبائنا الأكارم، بالذات قطاع ومؤسسات الترجمة العاملة في العالم العربي، باقتناص هذه الفرصة وتنسيق الجهود ومد الجسور فعليا. من أراد أن يتميز أو حتى أن يسجل اسمه على كتاب في مجال الترجمة، يمكن أن يبدأ بترجمة كتاب معين، وهناك آلاف إن لم أقل ملايين الكتب والوثائق والمخطوطات التي هي بحاجة إلى مثل هذا النوع من التنسيق والتكامل. يمكن أن تضرب عقد شراكة ما بينك وما بين مترجم تركي لترجمة بعض الكتب التركية إلى العربية وبعض الكتب العربية إلى اللغة التركية، وبالتالي تحظى بفرصة ترجمة الكتب الهامة وتحظى بفرصة التشارك في عمل نافع وبناء. أستاذ رأفت صالتك، أعذرني جدا، الوقت ضيق جدا أمامي، ولكن حقيقة سعدت جدا بهذا اللقاء وسعدت جدا بهذه الآفاق التي نتحدث بها أستاذنا الكريم، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا، وأبلغ المترجمين جميعا منا السلام. وأحبائنا الأكارم، بعد شكر ضيفنا الكريم اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى عالم الترجمة، ولكن بعيون رسام الكاريكاتور. أديتا طاهري نائبة رئيس الوزراء الكوسوفي حلت ضيفة على تركيا، وفي جامعة أيدن تم تنظيم تظاهرة معرفية ثقافية لدراسة واقع التعليم الأكاديمي وقراءة الفرص التعليمية المشتركة في دنيا المؤسسات والبصمات. تطلعنا زميلتنا رشيدة الفطماوي على هذه القراءة الخاصة للتكامل والتعاون وتأسيس الفهم المشترك إلى دنيا المؤسسات والبصمات. تتميز العلاقة التركية الكوسوفية بخصوصية واضحة، إذ أنها تجمع بين التاريخ والحاضر، وبين الاقتصاد والسياسة، بين الدين والثقافة، بين الأرض والبشر. أقلية كوسوفية في تركيا وأقلية تركية في كوسوفو. ففي ضواحي بريشتينا يوجد ضريح السلطان مراد الذي قتل في معركة كوسوفو عام 1389. وقد نظمت جامعة أيدن ندوة بالتعاون مع جامعات أوراسيا للتعليم العالي. حضر هذه الندوة كل من نائبة رئيس الوزراء الكوسوفي إيديتا طاهري والدكتور يحيى باجاك. تنظم جامعة أيدن بتعاون مع اتحاد الجامعات أوراسيا ندوة حول المستقبل التعليم العالي في تركيا، ويحضر هذه الندوة نائبة رئيس الوزراء الكوسوفي إيديتا طاهري، التي ستدلي بعد قليل بكلمة ستؤكد من خلالها عمق العلاقات بين كل من تركيا وكوسوفو، خاصة في ميدان التعليم العالي. يصل عدد الجامعات في تركيا إلى 132 جامعة، وهناك خطة طموحة لأن يصل عددها إلى 500 جامعة عام 2020. زيارتي اليوم ليست الأولى إلى تركيا، فقد زرت تركيا لمرات عديدة. جئت هذه المرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين الأتراك لتأكيد استقلال كوسوفو، وكذا الاحتفال بمرور الذكرى المئوية للاستقلال. لذلك هذه المناسبة جد مهمة لتطوير العلاقات التركية الكوسوفية. فقد دعتني جامعة أيدن لحضور هذه الندوة، وأنا بدوري قبلت الدعوة بكل سرور. تتميز الجامعات التركية بالتمييز من حيث أسلوب وآليات إنشائها، فهم يطبقون مبدأ يطلقون عليه الحلول المتزامنة المتعددة الخلاقة. فعند إنشاء جامعة جديدة يتم وضع سياسة وخطط لحل عدة مشكلات وتحقيق عدة أهداف محلية وقومية وثقافية علمية. فتركيا تتميز بموقع فريد، فهي تقع على حافة أوروبا،
ولها حدود مع آسيا والعالم العربي، كما تنفرد باقتصادها القوي وقربها الجغرافي وملامحها الحديثة وتاريخها العريق المبني على القواعد والقيم الإسلامية، ما جعلها إحدى الوجهات الدراسية القوية. وتعد جامعة أيدن التقنية المشهورة بأساتذتها وتقاليد البحث العلمي فيها، والتي صنفتها مجلة تايمز هاير إديوكيشن بأنها واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم. فهناك مؤسسة تركية أخرى رفيعة المستوى تقدم تعليماً نوعياً باللغة الإنجليزية، ويتوفر في أحرامها الأمن والسلامة. هدفنا هنا أولاً البلقان لدراسة العديد من القضايا بما في ذلك الجغرافيا الإقليمية الأوروبية الآسيوية وتقاسمها مع الجمهور، وكذلك لتحسين العلاقات مع تركيا والبلدان المهتمة في أوروآسيا بما في ذلك المجالات التعليمية والثقافية، ولا سيما علاقات كوسوفو وتركيا. الحكومة التركية تعلم يقيناً أن خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتحتم عليها أن تتضمن الاهتمام بالتعليم العالي لتجهيز مواردها البشرية للتنافس في بلدان أكثر تفوقاً. وإلى قراءة في أجندتنا الاقتصادية، حيث يطلعنا زميلنا رامي عبد العال على فعاليات وأجندة برنامج اللقاء الخليجي التركي الأول للاستثمار والتطوير العقاري. ملتقى تركي خليجي هو الأول من نوعه، 300 من رجال الأعمال والخبراء والمختصين في هذه الشؤون التراكمية والخبراتية التقوا هنا من أجل تعزيز حالة التواصل التركي الخليجي لافتتاح مستقبل مشرق في هذه القطاعات، وهو الأمر الذي نتمنى حقيقة على الدول العربية وعلى مجاميع الدول العربية أن تنتهجه لتعزيز الحالة البينية من التجارة وبناء الاقتصاد التوازني الذاتي. رامي عبد العال والأجندة الاقتصادية. اختتمت في مدينة إسطنبول أعمال الملتقى الخليجي التركي الأول للاستثمار والتطوير العقاري بحضور أكثر من 300 من رجال الأعمال ومستثمرين ومحللين عقاريين وشخصيات بارزة تمثل كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج وتركيا. وقد تم الإعلان خلال الملتقى الذي ينظمه دليل تركيا للاستثمار والتطوير العقاري عن إطلاق الاتحاد العقاري الإسلامي الذي يهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال السوق العقاري والعمل على الإسهام في تحقيق الريادة للدول الإسلامية في المعرفة والتنمية وجذب الاستثمارات العقارية. والله أنا أشوفها بداية طيبة لعقد مثل هذا الملتقى، خصوصا أن الطرفين بحاجة أن يكملوا بعض، لا الجانب التركي ولا الجانب السعودي، فشرفنا بهذا الدعوة وأجبناها، ونأمل إن شاء الله اللقاء القادم يكون عندنا في السعودية لتعظيم العلاقات وربط التعاون والتكامل بين الشركات العقارية والمطورين سواء هنا أو في السعودية. رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العقاري الإسلامي الدكتور محمد المفرح في ختام الملتقى أكد بأن الاتحاد سيلعب دوره كمنظمة دولية اقتصادية تنموية غير ربحية يقبل عضوية الشركات والكيانات العقارية ورجال الأعمال والخبراء المتخصصين في العقار في الدول الإسلامية، مضيفا أن الاتحاد يحمل شخصية قانونية واعتبارية مستقلة وله صلاحية إبرام العقود واقتناء واستعمال الأملاك الثابتة والمنقولة واستثمار موارده. زي ما سمعنا اليوم في المؤتمر، تركيا ثاني أكبر بلد بعد الصين في المقاولات والبناء والمقاولات، فدخول والسعودية تشهد طفرة في المشاريع النوعية في البناء. حاليا المشاريع تحت التنفيذ في السعودية تصل إلى 400 بليون دولار، وهذه تحتاج إلى وفرة من شركات البناء. الشركات المقاولات التركية لها خصوصية أنها تستطيع أن تعمل ضمن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وهذه خصوصية لا تستطيع معظم الشركات الصينية والهندية. المشاركون أكدوا أن الملتقى يختلف كثيرا عن الملتقيات الاقتصادية، إذ أنه بالإضافة إلى النقاشات وورش العمل فإنه يشمل أيضا عددا من الجولات الميدانية العقارية
لزيادة المشاريع والاطلاع على السوق التركية العقارية عن كثب، وخاصة منطقة توسيع وتطوير إسطنبول باتجاه القارة الأوروبية. تركيا تشكل جسرا بين الشرق والغرب، فهي تمتلك سادس أقوى اقتصاد في أوروبا بفضل السياسة الفعالة والناجعة لحكومة العدالة والتنمية. لبرنامج الألوان السبع، رامي عبد العال، إسطنبول. نهر الدانوب، نهر تونا، النهر الذي يحمل مع أمواج المياه المتدفقة فيه ذكريات من عبق التاريخ والواقع، النهر الذي بات الناطق باسم التاريخ المعاصر بما يحمله من ظلال التاريخ العابرة والأليمة. لا تبكي يا نهر الدانوب، كتاب جديد يسلط الضوء على أبرز الأحداث التاريخية ودلالاتها من خلال النهر ومساره، بعد قليل في الألوان السبعة. وقطارنا بانتظار محطته الآتية، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. هل سمعتم عن جامعة للأمهات؟ في زاوية رؤانا الإبداعية التي نسلط الضوء عليها بكل أهمية وبكل عنفوان، أحببنا أن نطرح لكم هذا النشاط لبلدية إسنلر. هذا النشاط الذي حضره رئيس الوزراء التركي وعقيلته أمينة أردوغان شخصيا لتكريم الأم الخريجة الأولى، بعد 8 أسابيع من الدراسة تم تسليمها شهادة الخريجة حتى تكون بين المجتمع أما صالحة وبين عائلتها وأبنائها أما منشئة مربية. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف وطيب الأعراق. جولة وقراءة وأهمية ومؤسسة إبداعية ونظرة إبداعية في رؤى إبداعية ورشيد الفطماوي. هي البلديات في تركيا محطات التنافس على الخدمات العامة، فالأمهات التي تخرجن من جامعة الأمهات التي تم تأسيسها بالتعاون بين بلدية أسنلر بإسطنبول وجامعة يلدز التقنية تسلمن شهاداتهن من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان في حفلة التخرج البهيج. بعد دراسة استغرقت 8 أسابيع تخرجت أولى الطالبات لجامعة الأمهات التي أسست من قبل بلدية أسنلر بإسطنبول وجامعة يلدز التقنية لأجل تنشئة أمهات مثقفات. قبل حفلة التخرج تلقت الأمهات المتخرجات من جامعة الأمهات آخر دروسهن تحت عنوان أن تكون طفلا مع الأطفال من الأستاذات المشاركة المحاضرة جونجا أرن باشتراك السيدة أمينة أردوغان. وبعد الدرس الأخير تم الانتقال إلى حفلة التخرج، وأفاد رئيس بلدية أسنلر محمد توفيق غوكسو في كلمته التي ألقاها في الحفل بأن أول معلم في حياة الإنسان هي أمه، وأضاف بأن جميع الأمهات سيستفيدن من هذه الدراسة، وقال لو قمنا بتدريس رجل واحد يستفيد من هذا التعليم شخص واحد، ولكن لو ندرس أما نكون قد درسنا مجتمعا. درس في الفصل الأول 61 شخصا في جامعة الأمهات، وستستمر الدراسة مهما استمر الطلب عبر فصلين دراسيين، أحدهما فصل الخريف والآخر فصل الربيع. وأكدت أمينة أردوغان زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الكلمة الأخيرة التي ألقيت في الحفلة على ضرورة تميز الأمهات التي تربين الأولاد وتعدنهم للمستقبل بالمعلومات والتعليم والكفاءة في هذا المجال المهم. وأفادت بأن برنامج التعليم المنجز هذا سيجعل الأمهات أكثر صحة وكفاءة وخبرة، وأن الأطفال سيتأثرون من هذا بشكل إيجابي. وأضافت قائلة رغم أننا تلقينا تجارب أمهاتنا وجداتنا وعاداتنا وتقاليدنا حول صحة الرضع والأطفال وتربيتهم، فإنه يمكننا تربية أجيال صحية أكثر عبر متابعة التحديثات في يومنا هذا.
الأمومة كهبة من الله، ستتحول إلى حالة أكثر وعياً وبفطرة سليمة بفضل هذا النوع من التعليم والتطورات الخاصة فيه. نهر الدانوب أو نهر طونة، هذا النهر الذي مع جريانه في مساره يحمل الذكريات الأليمة. ما معنى أننا فقدنا البلقان؟ كيف أضحت جغرافيا الأناضول أو جغرافيا الإمبراطورية العثمانية تحمل على ظهرها لاجئا من بين كل شخصين يعيشان على متنها نصف المجتمع بات مهجرا في ظلال الحرب التي لا زلنا نحيا في ظلال مئويتها الأولى، حروب البلقان الأولى التي بخسارتها خسرنا امتدادنا وروحنا وريحنا وعظمتنا لأننا تشتتنا. حرب البلقان ونهر الدانوب الذي بات يبكي عنوان لكتاب جديد ألفته الأستاذة خالدة ألبتكين التي يسعدنا أن نتحدث عنها حول كتابها الجديد بعد أن نبارك لها بصدوره. أهلا وسهلا بك معنا الأستاذة المؤلفة خالدة ألبتكين، ولا تبكي يا نهر الدانوب. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، ونبارك لك مجددا بصدور هذا الكتاب الجديد الذي يحمل وصمة إبداعية أحببنا أن نبلغ بها المشاهدين. وأحبانا الأكارم، قبل أن نتحدث مع ضيفتنا الكريمة اسمحوا لنا أن نستعرض وإياكم الدانوب ومسار التهجير ورحلة المؤلفة مع المؤلف. الحروب البلقانية من أكثر الصفحات المأساوية في التاريخ التركي. تتحدث خالدة ألبتكين حفيدة مهاجر وتروي في كتابها لا تبكي نهر الدانوب وهو نهر تونة عن القصة التي سمعتها من أجدادها وتأثرت بها كثيرا، وعن الآلام التي تكبدت مخفية في ظلال الأغنية الشعبية باسم الجبال الهدامة التي كان يتغنى بها جدها إبراهيم. يقول الشاعر يحيى كمال من مواليد سكوبي أن أكبر خسارة لتاريخنا هي مغادرة منطقة رومائلي، حيث أن واحدا من كل شخصين كان مهاجرا في سنوات تأسيس الجمهورية التركية. الاضطرار إلى مغادرة الأراضي التي استقرت فيها الدولة العثمانية قبل فتح إسطنبول بمدة طويلة تسبب في حدوث جروح مؤلمة في الأذهان. هذه الأرض القديمة للوطن دخلت في المستجدات مرة أخرى بمناسبة الذكرى المئة للحروب البلقانية. رواية لا تبكي يا نهر الدانوب التي كتبتها خالدة ألبتكين ونشرتها دار الخزينة الضائعة تحمل القارئ إلى الأراضي الوطنية التي لا تنسى أبدا. هاجر أجداد الكاتبة خالدة ألبتكين عام 1912 من سالونيك إلى إسطنبول، ولشخصية كوجا ديدي أي الجد الكبير في الرواية مكانة كبيرة في حياة السيدة خالدة، حيث أنها تقول هو إشارة إلى جدي إبراهيم، وكذلك يسمى القادمون من البلقان بكوجا ديدي، وأنا قصدت هذين المعنيين معا. بدأت ألبتكين كتابة هذه الرواية قبل سنتين بسبب وفائها لأجدادها وللتذكير بالمأساة التي حدثت مرة أخرى، وفي رأيها فإن الذكرى المئة للحروب البلقانية فرصة كبيرة إذ حدثت إبادة جماعية بحق أهل البلقان. وتقول ألبتكين إن هذه المظالم التي حدثت في تلك الأراضي يجب أن تروى للناس. وتعطي هذا المثال للموضوع، جاء البلغاريون حتى تشاتالجا ويخبر السفراء بالباب العالي عن مخاوف المواطنين الأجانب، وبذلك يصدر شيخ الإسلام بيانا لموظفيه مفاده راعوا الحساسية في المناسبات بين المسلمين وغير المسلمين أكثر من الماضي. ولكن في الوقت نفسه كان المسلمون في بلاد البلقان تحت ظلم شديد، وكانت تحدث بحقهم مجازر دموية هائلة. وتحذر خالدة ألبتكين بعد الإشارة إلى ضرورة عمل الجميع لتوضيح وبيان هذه المعاني حتى تأخذ تركيا مكانها في توازن الدول، قائلة علينا أن نستحق الأراضي التي نعيش عليها
ولا يجب أن نأكل ونشرب بدون مقابل، لأننا فقدنا وطنا من قبل قرن. وتؤكد السيدة خالدة على ضرورة معرفة الشباب بما حدث بين عامي 1912 و1922 بالتفاصيل، وتقول: لو درسنا بعمق ومسؤولية هذه الفترة التاريخية بكل التفاصيل، سنتمسك بالأراضي التي نعيش عليها اليوم ونبذل جهدا أكبر لأجلها ولأجل نمائها واستقرارها وتطويرها. ونجدد الترحيب هنا بالأستاذة خالدة البتكين، مؤلفة هذه الرواية أو الأثر التاريخي الأدبي، دعينا نسميه هكذا. نبدأ معك أستاذة خالدة، رحلة كتاب هذا الكتاب ورحلة إعطائه هذا الاسم لا تبكي يا نهر الدانوب، أو نهر طونا كما يسمى في اللغة التركية، ولماذا نهر الدانوب بمساره الأليم؟ لماذا التهجير؟ لماذا حرب البلقان؟ ما الذي استهواك في القصة؟ نعم، بالنسبة هذا كان أيضا كتاب الأول باسم البلقان، ولماذا كان الكتاب الثاني أيضا يتحدث عن موضوع البلقان لا تبكي نهر الدانوب، يوجه إلى أيضا البلقان. هذه هي حكايتي، هذه هي قصتي، هي قصتي وأيضا للشخص الذي يقف أمامي، هي حكاية شخص ما. ومثل ما تحدثتم منذ قليل في التقارير، كل واحدة من كل اثنين هناك مهاجر، أكثر من 20 مليون كيلومتر نتحدث عن هذه المنطقة الجغرافية. في عام 1912 في هذه الحروب الطاحنة التي خسرنا فيها أراضينا، وأيضا عن الانكسار وعن الحزن الذي عينه أكثر من 1,018,000 نسمة. سأقاطعك أستاذة خالدة، أعذروني جدا لذلك. هذه الذكريات الأليمة، المجازر التي ارتكبت في البلقان، التهجير الذي تحدثت عنه، هل فعلا آمنت أن الأجيال الجديدة لابد أن تعرف بها، لابد أن تسمع ما معنى أن تهجر أمم، ما معنى أن تهجر شعوب بكاملها، ما معنى أن نخسر جغرافيا، ما معنى أن نخسر تاريخ، ما معنى أن نخسر بعد استراتيجي كامل في كل مقوماته؟ ولهذا السبب أنا تطرقت إلى الموضوع مرة أخرى وتناولت، لأن أعتقد بأن الكتابين يتقاطعان ما بين الحكايتان. لأن عندما تتحدثون عن مثلا عن البيت، إن غيرتم ترتيب الأثاث من الممكن أن تشعرون بغربة ما، وعندما تنتقلون من بيت إلى آخر، من حي إلى آخر، ممكن أن تشعروا بغربة. وكيف هي الحال إذا كنتم سوف تتركون وتهجرون من أرضكم تحت التهجير القصري، وأن لا تعبروا عن آرائكم، أن لا تعيشوا دينكم، حريتكم الشخصية، وكل ممتلكاتكم أن تتخلوا عن أراضيكم. هذا أمر مؤلم ومحزن، لا يوجد حزن أأسى من أن يترك الإنسان وطنه وأرضه، لأنه من هذه الحروب حدثت، وهذا التهجير قبل فتح اسطنبول كانت بالنسبة لهم وطنهم الأم. وعند أعتقد ما معنى كلمة الوطن الأم؟ أن يترك الإنسان وطنها الأم. نحن لدينا ارتباط بهذه الأرض الجغرافية، كحدثت هناك الكثير من المجازر، نحن قمنا بإعطاء أرواحنا فقط من أجل أن إعلاء كلمة الله، الله أكبر في هذه الأراضي، ولهذا كانت الشهادة فقط من أجل إعلاء كلمة الله بدون أي غيرها. أستاذ خالد، يعني هذا التاريخ ربما أتفق معك بأننا على درجة من الأهمية أن نفهمه اليوم، على درجة من الأهمية أن نفهم ما دلالة لو رجع التاريخ بنا ولم تحدث مثل هذه الأحداث، ولكن قدر الله ما شاء فعل كما يقال. أود أن أسألك عن كوجا ديدي شخصيا، وهو الشخصية التي اخترتها حتى يكون دلالة على جدك إبراهيم عمليا. ذكريات الترحيل التي كنت أنت حفيدة أحد الذين عانوا منها عمليا، كيف تنظرين إليها كمؤلفة وكمن اكتوت بهذه النار من خلال عائلتك التي هجرت؟
نعم تحت النار، تحت التهجير، تحت أيضا طوفان. من الممكن نتحدث عن الكثير من المآسي التي تحزن الإنسان. استخدموها جميعا لهذه الكلمات المأساوية لأنها كانت تصور لنا الحقيقة المأساوية التي عانينا منها على الرغم من مرور 100 عام، ولكنها لم تنسى ولن تنسى، لأن هناك مجزرة، هناك صورة. بالتأكيد المعنيين بالأمر ينظرون إلى هذه الصورة. جاء أحد اللاجئين الذين قالوا من الممكن أن يكون جدي، من الممكن أن يكون أحد الأقارب في تلك المنطقة الجغرافية الذين كانوا يعيشون. هذا الشيخ ذو اللحية الذي يقول أو يحكي أو يروي قصص هذا المكان، هو الرجل ذو 60 عاما الذي سوف يقومون بقتله، وهو الركن الأساسي للبيت، وهو الشجرة عمود البيت، ويقوم بإثبات بورقة ملكيته لهذا البيت، ويتمسك بهذا الجد ينحني ويقول هذه ملك لأرضي، هذه ملك لأجدادي، وهو يقوم بالوضوء من النهر الذي يمر من هذه الأرض. وأيضا لديه صورة أخرى في كفنه وهي ملفوف عليه هذا الكفن، يتصور معاناة هذين الشخصين أو هاتين الشخصيتين في الصورة التي تروي لنا الحكاية. المآسي عن هذه من ضرب برأسه. هناك صورة أيضا للأطفال الرضع الذين قتلوا في أحضان أمهاتهم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا أيضا بإحراق المنازل، ومنهم من هرب تحت الظروف الشتاء القاسية. لدينا الكثير من الصور التي تصور القصص المأساوية وكيف الأمهات العرات الذين عرات الأقدام الذين هربوا من هول ما رأوه من المآسي، وعلى الطين وفي هذا البرد القارس. تعلمون قصص التهجير والمآسي يجب أن لا تنسى، يجب أن يروي جدي، أن يجب أن يكون رمز للراوي الذي يروي هذه المآسي ألا ينسى. أردت أن لا ينسى وأن يكون عبرة للأجيال القادمة، يجب أن يكون هذا التاريخ عبرة. نعم، مثلما نعطي دروسا في التاريخ وليكون أيضا بيكدد أيضا الجد الكبير درس لكل الأجيال القادمة. أتفق معك أستاذة خالدة، ولكن لهذه الرواية درس آخر للجيل الجديد، هذا الجيل الذي يعيش اليوم، جيل الشباب الجديد الذي لم يعرف عن حرب البلقان ولم يسمع عنها، وخبرته فيها ومجاله المعرفي أو كما يقال الذخيرة المعرفية والثقافية لديه حولها قليلة جدا. أستاذة يعني خالدة، عندما نتحدث عن هذا الجيل، أنت أرسلت برسالة واضحة، عندما تنسحب من شبر واحد من الجغرافيا أنت تضيع أمة. هذه رسالة لبناء شخصية جديدة في الجيل الجديد، هل ركزتي عليها بقصد أم أنها جاءت معك في سياق القراءة التاريخية؟ لا، بالتأكيد هناك تقاطع كبير ما بين الماضي والحاضر. يجب أن يكون لدينا جسر ما بين الماضي والحاضر، يجب أن يكون هناك إسقاطات. بالتأكيد للتاريخ الأدبي هناك أيضا غاية ورسالة، وأعتقد بأن أيضا كأديبة أنا يجب أن يكون لدي رسالة، كيف أخدم مجتمعي، كيف أخدم أمتي، وبالإضافة لكوني مواطنة عاشت وحفيدة ممن عاشوا للحروب ومآسي الحروب، وفي هذا الجو السياسي يجب أن يكون لدي مساهمة حتى لو كنت أصغر فرد في العائلة. بالتأكيد بالنسبة لشخصية الجد الكبير هي رمز لقيمة الجد الكبير في العائلة، بأن كلمة الجد الكبير هي كلمة تاريخية وهي هو عمود البيت وأساس البيت، ومثل ما أيضا هو قيمته كبيرة بمثابة قيمة القرآن الكريم وما بعد قيمة القرآن الكريم، هو كبير العائلة. هناك حرمة للكبار، حرمة للأجداد، هذا في تركيب العائلة. هذا الكتاب يسلط الضوء على الحرمة العائلية، على القيم العائلية، وأيضا على العادات والتقاليد. وأيضا عندما نتحدث عن الابتعاد قليلا عن الدين، هناك الحديث أيضا عن أيضا شخصية. أعذرني جدا، الوقت أمامي ضيق جدا، وأود أن أطرح عليك بعض الأسئلة وإن كانت سريعة جدا. أعذرني أستاذة يعني خالدة، أنت حفيدة من هجر من البلقان، من سالونيك مثلا، عندما أتيت إلى هنا هل نسيت البلقان أم أن الجيل الذي يحيا ولم يعش هذه المرحلة من التهجير لن ينسى ترابه؟ هذه دلالة واضحة أستاذتنا.
أصلا. بالتأكيد مطلقا لن أنسى ولم أنسى، ولهذا كان الإصدار الذي قمت به الكتاب الثاني والأول يتناول البلقان. أنا أقول لابني كيف أخرج من هذا الموضوع من البلقان، لا أستطيع أن أخرج من هذا الموضوع لأن ما زال قلبي يعتصر على البلقان، ما زلت أتألم وبحزن. ووظيفتي كمعلمة متقاعدة هي أن أقوم بإيصال هذه الرسالة، يجب على المصورين ومنتجي الأفلام أن يقوموا بتصوير هذه المآسي لأنها هي مجزرة، عن مثل ما يقومون بالتحديث عن المجزرة الأرمن. أعتقد لم يكن هناك مجزرة للأرمن، لا أؤمن بحدوث هذه المجزرة، ولكن يجب أن نتحدث عن المجازر التي عانينا منها في البلقان. أكثر من 630,000 مسلم تم قتلهم في هذه المجازر، وتم شنقهم أو إعدامات كانت لهم، وسالت الأدمية بشكل أنهار. يجب علينا أن لا ننسى هذه المآسي، يجب أن نعبر عنها وأن نذكرها دائما. ولماذا نحن خسرنا البلقان؟ يجب علينا أن نقف مرة أخرى على هذه القصص المأساوية لنتعلم، لنأخذ منها عبرا، وإلا فسوف نخسر الكثير من الأراضي ومن الأرواح. بكل تأكيد. هل أنت سعيدة بعد صدور هذا الكتاب؟ كيف كان شعورك وقد اقتنصنا فرصة خروجه عمليا وهو طازج من بطون المطابع كما يقال حتى نعرضه للمشاهدين الأكارم كفكرة إبداعية حقيقة، سواء لانتمائك إلى الأرض التي هجرت منها أو لكونك امرأة تتحدث حول قضايا الفن والأدب والتاريخ والسياسة وعلوم الأنساب في كتاب واحد؟ أستاذة خالدة، هنا أتحدث بكل صراحة، كيف كان شعورك وكيف شعرت؟ هل أسهمت في خدمة قضيتك؟ هل شعرت بالسعادة؟ هل شعرت أنه كتاب آخر مثلا أضيف إلى سلسلة الكتب التي لديك؟ نعم، كان أيضا إيفاء للعهود التي كانت لي لأجدادي الكرام والعظماء. قمت بإيفاء عهدي وإيماني، أعتقد انطلاقا من إيماني بإيصال الرسالة، وأيضا يتناول القصص التاريخية تشانكالي، سرقموش، الحجلي التي في القرن السابع عشر. ولكن هذا الكتاب الذي يقول لا تبكي يا دانوب له مكانة خاصة في قلبي، لأنه أيضا يتحدث عن الجغرافيا العثمانية، عن فترة خاصة جدا وكانت لها تأثيرها الكبير في حروب البلقان، الحروب البلقان الأولى والثانية، ما بعد أيضا الحروب الثانية. قمنا بقطع علاقتنا مع البلقان، إلا أننا عندما ننتقل إلى فتح اسطنبول بالتأكيد. سؤال أخير إذا تكرمت علي أستاذة خالدة، أنت كامرأة أسهمت بأدبك بقلمك بفكرك بصناعة هذا التذكير بهذه الشواهد التاريخية، أنت خطي هذه التجربة، أنت كتبت بقلمك، أسهمت بصناعة إنجاز، هل تنصحين المرأة بأن تثبت نفسها في هذا الميدان، في ميدان التاريخ، في ميدان الأدب، في ميدان القراءات التاريخية، في ميدان صناعة الربط الفعلي ما بين التاريخ والحاضر؟ نعم سيدي الكريم، أولا أعتقد على الإنسان أن يعلم قيمة جذوره وأن يعلم قيمة أجداده ويتعرف بهم إن لم يكن يعرفهم، ومن ثم يجب أن يتناول ويرجع إلى المآسي والأمور التي عاشها. أنا دائما أعود إلى تاريخنا منذ 10 سنوات، يجب علي على الأجيال القادمة أن يعلموا تاريخهم، يعلموا كيف تم استحقاق امتلاك هذه الأراضي وكيف خسرنا الكثير من أراضينا. يجب عليهم أن يأخذوا دروسا، يجب على الأجيال القادمة أن يقرأوا الكثير، أن يتعرفوا على أجدادهم، ما الذي فعلوه، ما الذي قدموه لهذا الوطن. ووظيفتي اليوم، هل أنا قمت بأداء واجبي على أتم وجه؟ هل أنا أستحق الماء، شربة الماء التي أتناولها؟ هل أستحق العيش في هذا الوطن؟ هل أستحق الخدمات التي تقدمها لي الدولة وبلادي في هذا الوطن؟ وأيضا من ربي الكريم، يجب علينا أن ننتزع حقوقنا من بكل تأكيد. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام،
الأستاذة خالدة ألبتكين مؤلفة هذه الرواية وهذه الموسوعة المعرفية لحقيقة ما جرى. نشكرك جدا بوصفك حفيدة أحد المهجرين وإحدى الثابتات على الأرض التي اقتلعت منها عمليا بأدبك وفنك برغم بعد المسافة. نشكرك على تشريفك لنا في استديوهات برنامج الألوان السبعة، ونتمنى لك أعمالا مزدهرة أيضا تفيديننا وتثريننا بها ثقافيا ومعرفيا. وأحبانا الأكارم، بعد شكر ضيفتنا الكاريكاتور يقرع أبوابنا. بتحية عملاقة نزجي بها نحو الكرام نصوغ لحن وداعي. وصلنا إلى ختام رحلتنا مع حضراتكم، وقطارنا قرع جرس المحطة الأخيرة. سعدنا بصحبتكم جدا، ونتمنى أن تستمر هذه الصحبة مع حضراتكم. لا تنسوا تقييمنا وتقويمنا والتواصل معنا باستمرار. ننتظر هذه الملاحظات القيمة، ولكم من فريق برنامج ألوان سبعة كل المنى، ولكم مني نزار الحرباوي أصدق المشاعر الصادقة بموفور الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله.